مدد المصرف المركزي العمل بالتعميم رقمي 61 لغاية شهر أيار قابل للتجديد، أي أن التعاطي بالأوراق النقدية بالدولار مقابل الأوراق النقدية بالليرة اللبنانية مستمر مع المصارف من دون سقف محدد على سعر منصة صيرفة. في المقابل، الدولار إلى تصاعد يوما بعد يوم، وباتت السوق السوداء هي المتحكمة بصيرفة وتعمل على رفع سعره بدل أن يكون العكس. حول هذا الموضوع ينضم إلينا الخبير الاقتصادي والمالي الأستاذ الجامعي في باريس الدكتور جابي بجاني، أهلا بك. مرحبا دكتور. إلى متى بتعتبر أن التعميم 161 رح يبقى فاعل، وشو هو المعيار اللي بيحدد توقف العمل به؟ من الناحية العملية، التعميم هيدا له حدود زمنية معينة. يعني إذا بنعرف أن البنك المركزي ما عنده ريزيرفز، ما عنده احتياطي، الفلوس أو الأموال اللي عم يستعملها للتدخل اليومي بمنصة صيرفة هي أموال الأوبليجاتوري ريزيرف، يعني الأموال الاحتياطي الإلزامي، أي ما تبقى من أموال المودعين. وإذا بنشوف اليوم الكمية حسب ما هو معلن قديش في كميات موجودة، بنلاقي لا تتجاوز العشرة مليار دولار تقريبا، لبل أقل، في مراجع بتقول كمان 8 أو 9 مليار. وإذا بنشوف أنه يوميا وتيرة التدخل عم بتكون 50 60 70 مليار 70 مليون دولار، فاذا بنجي بنشوف انه مبدئيا كل شهر في استهلاك استنزاف، خلينا نقول، من اموال هالاحتياطي الالزامي حوالي المليار ونص. اذا بنجي بناخذ العمليه الحسابيه صغيره بسيطه من هلا لكم شهر، بنلاقي انه حوالي 6 اشهر يستنزف هالاموال بالكامل. يعني القدره محدوده، قدره البنك المركزي لمنصه صيرفه حسب الوتيره الحاليه من التدخل في سوق الصرف هي محدوده لماكسيموم 6 اشهر، بعدين خلص. السؤال ليش المركزي عم يعمل هيك؟ منلاقي من ميلي فيها ناحيه ايجابيه صغيره، اللي هي انه عم ترجم شوي ارتفاعات بسوق القطاع. يعني الدولار محدود سعره اليوم، منلاقي انه المنصه بتكون 23 او 22 او 23 ونص، ومنلاقي سعر السوق المرادف او السوق السوداء هي 27 و28. فاذا لحد ما في ضوابط، بس ولكن السؤال الكبير متى تخلص هالاموال هيدي، شو بيصير بالسوق؟ هذه هي النقطة الكبيرة. السؤال هو انه اليوم اللي عم بيصير فعلا كاقتصادي بقدر اشوفها هي ضمن شيء بنسميه احنا عملية الهروب الى الامام. ما في تخطيط مسبق، العملية عم بتكون عشوائية. يعني كل قصة صيرفة والتعميم 161 كله صار بظروف عشوائية، خلينا نقول مباغتة كمان إذا بدنا نقول هيك التعبير هيدا، يعني ما حدا خطط له، ما لم يتم التخطيط كما يجب. وهون الخطورة، يعني السلطات النقدية في لبنان مع السلطة السياسية منتظرين مفاجأة ما. إذا بصير مفاجأة ما بتنقذهم، وإلا إذا ما صارت هالمفاجأة الإيجابية وخاصة برأيي على الصعيد السياسي، من هلأ لست أشهر الأموال بتروح كلها سوا، بطل فيه بصير في نزيف تخلص، يعني الأموال كلها سوا، وساعتها بنشوف وين رح نوصل. أي كاسة كبيرة يعني ممكن نتجه لتفلت، يعني نتجه يمكن لتفلت سعر صرف الدولار. أكيد ما في حل تاني، يعني اليوم في تفلت إذا وقفنا الصيرفة، إذا التعميم 161 انتهى. يعني هلأ هو بالأساس لما نعملوه من شهر 1 هالسنة، من جانيوري هالسنة لغاية ماي، آخر ماي، يعني عندنا هلأ حوالي شهر بعد بقوا قابلة للتجديد. بس ولكن بدنا نشوف الظروف كيف رح بتصير. يعني إذا بهالمعدل هيدا ماكسيموم 6 أشهر بعدين انتهينا، إذا مهلا 6 أشهر ما إجا ظروف إيجابية، وهون الظروف الإيجابية بلبنان منا ظروف اقتصادية، بتكون ظروف سياسية تأثر على الوضع الاقتصادي القائم. نعم. فهون السؤال كبير، استحقاقات كبيرة عنا، الانتخابات النيابية عنا، من بعد الانتخابات الرئاسية، يعني نوصل لشهر 10 لشهر أكتوبر، إذا ما صار مفاجأة إيجابية للأسف خلص التعميم انتهى، بطل صالح أبدا لأي شغلة. يعني أمل نشوف هذه الظروف الإيجابية. شكرا لك الخبير الاقتصادي والمالي الدكتور جابي بجاني على هذه المعطيات.